تربني اولمبياد برشلونه 92، المدرب الفرنسي دعاني كان خامس اولمبياد زين طلب منك. بس الوضع السياسي اللي بذاك الوقت كان مثل ما صار رائد عبد الامين، لا اذكر دكتور عقيل طلب لجوء بوقتها بامريكا باولمبياد اتلانتا 96، وعلى اثرها طبعا ما رحنا الاولمبياد لانه منع الوفد البارالمبي. ليش؟ لان قالوا هذا الهزم ذولا معوقين شيء هذا زين. مو انطوق قطعه عرف؟ هسه المشكله انت قاري لك قرار مال منحه الرواد من ضمنها قطعه ارض، ولحد الان ماكو. انتم 10 سنين تضحكون على انسان مو على حشاتك تسوي معاه، يعني مو اذا ترجع وتوسل لا هذا انجازك، هذا انجازك وما بحالهم. بس اكو اسوء مني حالا، يعني قطعه ارض انت منحت قطعه ارض من قانون الابطال والرواد اللي قررتها الدوله، وينه؟ والعشر سنين مال الانجاز انتهت ويا ماكو، واغلبهم ودعوا. يعرف دكتور عقيل دكتور سالم ودعوا الحادث، يعني انت قلت لي عمر 50، يعني عمر 68 ما يقارب 70، يعني وش بقى من عمر حتى ذا طلعت بعد يوم وفاتنا. يشكر دكتور عقيد ذاك اليوم قال اقول لكم لو صاحب المبادره دكتور سالم زملاء بالاتحاد قرروا وقالوا احنا ليش نكرم الرياضي بعد ما يموت مثل ما صار باحمد راضي وغيره وناطر وما كرمه للامانه احمد راضي حتى المبلغ ليه هسه ما انسد دكتور نبيل جايك بالكلام. فقال لهم دكتور سالم قال له استاذ عقيل لان هو صاحب القرار رئيس لجنة ورئيس اتحاد، ليش ما نكرم نسوي فقرة ومش تعليق اتحادات طبعا نكرم وموجود البوستر موجود باللجنة نكرم أبطالنا الأحياء نحتفي بأبطالنا الأحياء وقبل وفاتهم. وين هالعاد؟ لا سووا بطولة سووا بطولة العراق هاي انتم لا لكن الدولة وين ها نحكي الدولة؟ ماكو كل شيء ماكو، يعني ماكو كل شيء ماكو زين. كل شيء ماكو الدوله، ما كل شيء ماكو ولا من حتى ابطال الرواد قالوا منطقه وزملائي قلت لك احنا بالاتحاد متعارفين كان من الف بعد 2003 صارت اللجنه البارالمبيه، كان قبل الاتحاد المجد يضم عده فعاليات قالوا يابا شام دكتور عقيل والمرحوم خالد رشيق وكان وياكم كان فاخر جمالي الله يرحمه، فقال احمد الحجه وقتها قال بانه اكو لجان بارالمبيه بالدول، انتم ليش اتحاد مع العلم هذا اتحاد يضم عده لعبات فليش بسوي لجنه بارالمبيه؟ فدكتور عقيل لا لا لو اسمح لي شوي استاذ تفضل. لا هذه ما لها علاقه كان لجان اولمبيه نهائيا هذا الموضوع، كانت عن طريق الصدفة كان استوى سائر السقوط وكنا مجتمعين بنادي الضباط، كان مجموعة من الرياضيين يمكن بعد السقوط بشهر تقريبا شهر أو شهر ونص، وطلعنا من الاجتماع ما وصلنا النتيجة وطلعنا بالبار، فصار علي خالد قال لي تعال تعال اكو هاي مشكلة تتلشكو. أنا كنت مبتعد بوقتها اللي ما عجبتني إنه الضباط تقود رياضة، كانوا حولهم عدي كلهم الى اتحاد المجد كلهم ضباط، فابتعدت الوحيد انا اللي ابتعدت الى ان صار السقوط يلا رجعت، فقال لي ترى هذه ملغيه اتحادات تحول الى لجان بارالمبيه شنو اللي يثبت؟ قال صار على الدكتور كان عقيل علاء كان مسؤول السباحه باتحاد المجد صحيح، فقال لي هاي الاوراق قريتها صحيح، فقلت له ليش لحد موقفينها؟ قال والله اتحاد المجد ضامن حتى يظلون نفس الاشخاص، فبوقتها كانت الانظار كلها على عمو بابا، فتوجهنا انا وصدام حمادي وخالد على عمو بابا وشرحنا له الوضع، قال خلص سووا شكل ان شاء الله بيه. فتبنيت الموضوع انا، يمكن صارت مشاكل وهذه بعدين اصريت يمكن وياي مجموعه حوالي 21 واحد انه الا تصير لجنه بارالمبيه، بعض الاشخاص ما اريد نسمي انه كانت يا بنأجلها سنتين، قلت له ولا يوم واحد تتأجل. كان فوزي عسكر امين عام، رحنا على فوزي عسكر قلت لهم انتم لا حد يحكي خلي اروح شو، قلت هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع، اعطيته الاثباتات قال خلاص شكله اللي كان يريدها يبقى اتحاد المجد، قلت له ما يعجبه بطل لا يجي غيرك ما تجبرنا، هاي لجنه بارالمبيه وانتهى الموضوع وانحسم الموضوع في وقته تمام.